أخبار اليوم. هنجاوب دلوقتي السؤال الأخير اللي هو السؤال الخامس في امتحان الديناميكا. السؤال ده بيقول، خلي معاك بقى ورقة وقلم وخلي بالك لأن السؤال ده يعتبر أقوى من المستوى الأملس، بيقول مستوى خشن. جسم كتلته 150 جرام موضوع على مستوى ماء الخشن، خلي بالك من المعطيات كويس في المسألة دي. يميل على الأفق بزاوية ظلها اللي هي ضابط ساوي 4/3. طب ثم ربط الجسم بخيط خفيف يمر على بكرة ملساء عند قمة المستوى، ويتدلى من طرفه كتلة قدرها 270 جرام. فإذا علم أن معامل الاحتكاك بين الجسم والمستوى يساوي ثلث، دي معلومة هم ادهلنا تبع المعطيات، وتحركت المجموعة من السكون لمدة 7 ثواني ثم قطع الخيط، يبقى المسألة جزئين، الجزء الأولاني قبل ما الخيط يتقطع والجزء الثاني بعد ما الخيط هيتقطع، هنشوف هيحصل إيه. أوجد متى يسكن الجسم الموضوع على المستوى سكونا لحظيا. خلي بالك قبل ما نحل المسألة، خد بالك أولا المستوى خشن، خشن دي يبقى أنت تاخد بالك يا إما في معامل احتكاك، لو ما جابش سيرته ولا معطيات ولا طلبه في المطلوب يبقى أنت تشتغل مقاومة عادية زي المسألة اللي كانت في السؤال الثاني. فهنا بيقول علما بأن معامل الاحتكاك يبقى أنا أشتغل على معامل الاحتكاك اللي أنتوا عارفينه كويس، دي حاجة. الحاجة الثانية بيقول أوجد متى يسكن الجسم الموضوع على المستوى سكونا لحظيا، يبقى أنا فهمت إن الجسم ده قبل قطع الخيط كان متجه لأعلى ولا متجه لأسفل. إزاي هيبقى متجه لأسفل وبيقول هيسكن سكونا لحظيا؟ يبقى هو أكيد كان متجه لأعلى عشان أعرف أضبط المسألة. كل واحد بقى يبقى معاكم معاه قلم ويبدأ يحل معايا وياخد باله من الخطوات بنعملها إزاي. هو قال جسم كتلته 150 جرام موضوع على مستوى ماء الخشن، أدي المستوى الماء الخشن، دي كده 150 جرام اللي هو وزنه، بس اقول له 150 في 980 لحسن انساها وانا بحل، يعني هي 150 جرام بس لما اجي اجيب الوزن اتعامل بالداين في المساله دي، يبقى 150 في 980 موضوع على مستوى ماء الخشن يميل على الافق بزاويه ظلها 4/3، يبقى على جنب اعمل كده، ادي هنا 4 وهنا 3، يبقى ده بيبقى 5. ثم ربط الجسم بخيط خفيف يمر على بكرة ملساء عند قمة المستوى، ادي قمة المستوى هتبقى هنا، وادي الخيط، ودايما تخلي دول في مستوى مع بعض، ما تخليش واحد نازل خالص وواحد طالع. ثم ربط الخيط بجسم الجسم بخيط خفيف يمر على بكرة ملساء عند قمة المستوى، ويتدلى من طرفه كتلة قدرها 270 جرام. يبقى أنا عرفت إن دي 270، يعني هنا هتبقى 270 زي ما قلنا، ناخد بالنا ما ينفعش زي ما كانت 150، تبقى دي 270 في 980، وهنا هيبقى الشد. الشد طالما البكره ملساء بيبقى الشد في طرفي الخيط زي بعض، يبقى هنا الشد، يبقى هنا زيه الشد. طب ايه اللي بيخلي الجسم بقى، هو دلوقتي خلاص عرفنا اتجاه الحركه لهنا، اتجاه الحركه يبقى هنا الميم ره دائما دائما في كل مسائل الديناميكا المقاومه بتبقى عكس الحركه، يبقى انا هكتب ميم ره. طب وايه تاني؟ وكاف دال اللي هو الوزن بيضايق الحركه لان هو طالع فوق، يبقى كاف دال جاهي، يبقى ادي كده معادله الحركه اعرف اجي. طب هنا معايا الميم، قال الميم بيساوي ثلث، والره اعرف اجيبها من القوانين اللي انتوا عارفينها، ادي ره من هنا، مين بيساويها من تحت بيساوي كاف دال، الكاف ب 150، يبقى 150 في 980، بس مش كاف دال بس لان هو مايل، يبقى في جتا الزاويه جتا اهي. طب ما انا معايا هنا 4 وهنا 3 وهنا 5، يبقى الجتا بتبقى في 3/5، خلي بالكم كده 3 وهنا 5، يبقى طير دول كده فيها ال 30، يبقى 3 في 30 بقت 90 في 980. ابدا بقى حل معايا كده واكتب معايا، نمسك الجسم الاولاني اللي هو 270 جرام اللي هو ده، هيبقى كاف جيم 270
في جيم بتساوي شين، بس كاف دال هي 270 في 980 ناقص شين. دي المعادلة الأولى مكتوبة معاك وانت فاتح معايا الصفحة وبتاخد بالك. ده الجسم الأولاني 270 في جيم. خلاص كده الرسمة معاكم. يبقى الجسم الأولاني كان 270 جيم بيساوي، ده كان نازل تحت، يبقى 270 في 980 ناقص شين. دي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية احنا عارفين ان الجسم كان طالع فوق، يبقى كاف جيم هو كان كتلته 150، يبقى 150 في جيم بيساوي، طب هو طالع فوق يبقى الشد اولا هو اللي سحبه لفوق ناقص الوزن بتاعه بس جاهه، يبقى كاف اللي 150 في دال العجلة الجاذبية الأرضية 980 عشان شغال بالجرامات في جاهه، وجاهه هي الزاوية كانت بأربعة على خمسة الجاه، ناقص بعد كده ميم ر. طب ما احنا قلنا ميم بيساوي ايه؟ هو مديني ميم في العلاقة بيقول تلت في الر اللي هي كاف 150 في دال 980 في جتا اهي الجا كانت بأربعة على خمسة، يبقى الجتا في ثلاثة على خمسة. طيب تعالوا كده نجمع دول، الثلاثة تطير مع الثلاثة وعلى الخمسة فيها الثلاثين، يبقى بقى الثلاثين في 980، وهنا الخمسة فيها الثلاثين بقى الثلاثين في أربعة بمية وعشرين، يبقى هنا 120 وثلاثين يبقى 150، يبقى كأن الكلام ده بيساوي شين ناقص 150 في 980. كده المعادلة جهزت التانية. لو جمعنا المعادلتين مع بعض يبقى هقول له بالجمع، لو اتكتبت كل حاجة واضحة وسهلة وما تحلش خطوة في مخك وخطوة في الورقة بتاعة الإجابة، كل حاجة اكتبها واضحة، يبقى 270 و150 تطلع 420، ده الجمع بتاعها. جيم بيساوي الشين دي هنا موجبة وهنا سالبة، يبقى طاروا مع بعض خلاص. يبقى باقي لي هنا سالب 150 وهنا 270، يبقى لو طرحناهم 270 ناخد منهم 150، يبقى الإجابة تبقى 120 في 980. خلاص ادي صفر يطير مع صفر، وعلى السبعة يبقى فيها الستة، على السبعة فيها ال 14، على الستة طارت فيها ال 20، يبقى هنضرب 20 في 14 يبقى 280. تنسى تكتبها متر على الثانية، حرام عليك، لأن أنت شغال بالجرام، هيبقى سنتيمتر على الثانية تربيع. يبقى احنا كده جبنا كده عجلة الحركة بتاعة المجموعة طلعت 280 سنتيمتر على الثانية. هنشوف دلوقتي المعطيات زادت بقت ايه دلوقتي. انا عندي دلوقتي جيم 280، ادي واحده لازم يبقى معايا ثلاثه عشان اعرف اكمل، سنتيمتر على الثانيه تربيع. طب وهو لما بدا الجسم الحركه بدا من سكون، يبقى عين صفر بصفر، ادي الثانيه. هو كان قال في المساله ثم قطع الخيط بعد سبع ثواني، يبقى النون بيساوي كام؟ سبعه. طالما في ثلاث حاجات يبقى ان شاء الله الاجابه تكمل وتبقى سريعه. هم باقيين حاجتين اللي هو العين النهائيه والمسافه، حسب ما هو عايز انا اكمل له. احنا دلوقتي هنجيب من هنا اللي هو السرعه بتاعتي كانت ايه؟ يبقى سرعه بتساوي عين صفر زائد جيم نون. عين اللي عايزها عين صفر 280، لا عين صفر كانت بصفر، زائد جيم اللي هي 280 في نون اللي هي بسبعة، يبقى هعرف اجيب دلوقتي السرعة. استنى كده ثانية، ممكن معلش هات صفحة تاني كده.
ما تمسحش اللي فات شغال اهو. مسحته؟ لا ما عادي عادي شغال اهو. اكمل عادي. حاضر. باشمهندس. نعم. كل ما احنا شغالين لحد ما يجي معانا في بعين هتساوي 1960 سنتيمتر على الثانية. ده كده اللي هو قبل قطع الخيط. الخيط اتقطع خلاص، يبقى نعمل حاجات جديدة ومعطيات جديدة. بقت السرعة النهائية قبل قطع الخيط هتبقى سرعة ابتدائية دلوقتي، يبقى دي الثلاث حاجات الجداد بنجهزهم. عين صفر بعد قطع الخيط هي اللي كانت عين النهائية اللي هي 1960. طب الجسم دلوقتي اللي اتقطع الخيط هنا راح خلاص، يبقى بقى الجسم بيتحرك كده ومفيش حاجات بتساعده على الحركة، في حاجات بتضايقه اللي هو كاف دال جاهي زائد برضو ميم ره. طب وانا اعرف ره من هنا، ادي ره بتساوي كاف دال جتا اهي. كل المعلومات دي هي اللي كانت في المطلوب الاولاني اللي كان قبل قطع الخيط. يبقى هعمل معادله حركه جديده زي ما عملنا قبل قطع الخيط، بس مش هتبقى جيم، هتبقى كاف جيم شرطه بيساوي مين القوى المؤثره على الجسم دلوقتي وزنه والمقاومه اللي هو الاحتكاك ميم فره. يبقى هيساوي كاف دال جاهي بالسالب عشان عكس الحركه ناقص ميم ره. طب الكاف، الكاف هو كان 150 الجسم اللي على المستوى، يبقى 150 في جيم شرطه ما عنديش غير جيم الاولانيه خالص بتساوي سالب كاف اللي هي 150 ودال اللي هي 980 وجاهه اللي هو كان بأربعة على خمسة واختصرناها قبل كده فيها الثلاثين اللي هم بيطلعوا 120، وهنا كانت كاف ميم اللي هي بتلت هو مدهاني، وره كنا عاملينها في المعادلة الأولى اللي هي كاف دال جتا ه. الكاف كانت بكام؟ 150 في دال اللي هي 980 في جتا ه، دي أربعة على خمسة يبقى الثانية ثلاثة على خمسة، نفس اللي عملناه هناك على الخمسة فيها الثلاثين والثلاثة طارت مع الثلاثة يبقى بقت 30 في 980، وهنا 30 في 4 120 في 980، يبقى الإجابة طلعت سالب 150 في 980. طب وهنا في 150، يبقى عرفت الجيم شرطة دلوقتي بتساوي سالب 980 سنتيمتر على الثانية تربيع. ارجع للثلاث حاجات اللي انا عايز اجيبهم اكمل بيهم المساله دي كده. عين صفر جبناها وخلاص، والجيم لسه جايبها دلوقتي، اكتب جيم بتساوي جيم شرطه اللي هي عجله الحركه بعد قطع الخيط سالب 980 سنتيمتر على الثانيه تربيع. لازم حاجه ثالثه عشان اعرف اللي عايزه. ايه الحاجه الثالثه؟ هو ايه المطلوب؟ كان قال ايه في المساله؟ مش كان قال اوجد متى يسكن الجسم؟ معنى ان الجسم سكن يبقى عين النهائية بقت بكام؟ بصفر. يبقى دي الثلاث حاجات اللي معاك هتخلص بيهم اللي هو عايزه. هو بيقول اوجد متى، هما الخمس حاجات كلهم عين صفر وجيم وعين، يبقى باقي الزمن والمسافة، دول الخمس حاجات. هو ما طلبش المسافة خلاص، يبقى هو بيتكلم عن الزمن. أعرف أجيب القانون اللي فيه الزمن اللي مش معايا، ومعايا عين صفر وجيم شرطة وعين، الثلاث حاجات اللي معايا دول أعرف أجيب بيهم الزمن اللي هو عايزه. هو بيقول أوجد متى يسكن الجسم الموضوع على المستوى سكونا لحظيا. يبقى خلي بالكم معايا ايه القانون اللي بيخلص الحاجات دي. انا عايز الزمن ومعايا ثلاث معطيات اللي هم العين صفر والعين والجيم. القانون اللي هو العادي انتوا حافظينه من ثانيه ثانوي وعارفينه،
القانون اللي هو عين بيساوي عين صفر زائد جيم نون، طبعا اللي هي جيم شرطة نون. طب احنا معانا ايه؟ معانا عين كانت بصفر، وعين صفر كنا جبناها ب 1960 زائد، يبقى الجيم معايا كنا طلعناها بكام احنا العجلة؟ بسالب 980، يبقى هنا سالب مكان جيم شرطة 980، باقي نون اعرف اودي دي بالموجب، يبقى 1960 دي خلاص دي هتروح من هناك بالموجب، يبقى بتساوي 980 نون، اقسم هنا على 980 وهنا على 980، يبقى اعرف اجيب له النون هتساوي 2 ثانية، يبقى عرفت ان الجسم اللي كان طالع كده لفوق بعد 2 ثانية هيسكن سكونا لحظيا، يعني ممكن ينزل تاني براحته، المسألة خلصت ويبقى احنا خدنا درجتنا خلاص وربنا يوفقكم. هنجاوب دلوقتي الفقرة ب من السؤال الخامس، نشوف مع بعض السؤال. سيارة تتحرك على طريق أفقي مستقيم من السكون، يعني عين صفر بصفر، بعجلة منتظمة بعد أن قطعت مسافة قدرها 1.5 كيلو يعني 1500 متر، أصبحت طاقة حركتها 675,000 ثقل كيلو جرام متر، يبقى برضو لازم تتحول ل 980 تتضرب عشان تبقى بالنيوتن. ثم استخدمت الفرامل، معنى انه داس فرامل يبقى خلاص شال رجله من على البنزين، يبقى القوه اتلغت، يبقى معنى كده ان المقاومه بس هي اللي شغاله في المساله. ثم استخدمت الفرامل بعد ذلك فاصبحت طاقه حركتها 435,000 ثقل كيلو جرام متر بعد ان قطعت مسافه 800 متر اخرى غير ال 1500 متر اللي فاتوا. احسب المقاومة التي تلاقيها السيارة بفرض ثبوتها ومقدار قوة محركها. احنا طبعا الديناميكا الامتحان تقريبا جبنا فيه كل الحاجات بتاعت اجزاء المنهج، في حاجة لسه ما تكلمناش عنها اللي هي بتقول، انتوا عارفين اخر حاجة اللي هو مبدأ الشغل والطاقة، لما تلاقي المعطيات في مسألة زي كده غير كافية من وجهة نظرك يتهيألك ان المسألة مش هتتحل، ابدأ انت فكر ايه اللي ممكن ينفع في المسألة دي، شكلها كده معطياتها مش كويسة، مش هعرف احل، مش تبع القوانين المباشرة اللي فاتت، بس بيقول طاقة حركتها كذا، طب ما انا اكتب القانون بتاع طاقة الحركة هاخد عليه نص درجة، بعد كده ربنا ان شاء الله هيفتح عليها هتطلع المسألة على طول. نبص بقى كده في الإجابة. القانون بتاع مبدأ الشغل والطاقة معروف اللي هو التغير في طاقة الحركة بيساوي الشغل المبذول، محدش يكتب كده ويسكت، لا لازم انهي شغل مبذول، الشغل المبذول من محصلة القوة كلها، من محصلة القوة، يبقى هو اداني طاقة الحركة، يبقى عندي ساعة ما بدأ اللي هي عين صفر، قال بدأ من سكون، عين صفر كانت بصفر، وصل هنا مش معايا السرعة ومش عايزها، طب المسافة دي كانت 1500 متر، طب هنا طاقة الحركة اللي هي طه واحد وهنا طاقة الحركة كانت طه 2، والقانون أنا لو عارفه هعرف أحل إن شاء الله المسألة، أعرف أطلع حاجة في المسألة دي. هو بيقول إن التغير في طاقة الحركة بيساوي الشغل المبذول من محصلة القوة، هو كان قال طاقة الحركة هنا كانت 675,000 هتتضرب في 980، 9.8 عشان تبقى بالجول، بيساوي الشغل المبذول من محصلة القوة. ايه محصلة القوة المؤثرة؟ معروفة اللي هو القاف والميم بس. طب والشغل قانونه بيساوي قاف في ف، يبقى القوة اللي هي قاف ناقص ميم في ف، ف اللي هي كانت 1500 متر، يبقى هعرف اجيب له قاف ناقص ميم على بعضيها. هنا صعوبة المسألة من وجهة نظرك يتهيألك انها صعبة، لان جبنا حاجتين مع بعض وبعدين هجيب حاجة لوحديها واطرحهم من بعض، يبقى قاف ناقص ميم بتساوي ادي 6675,000 في 9.8، دي هتتقسم على 1500، ادي الاصفار
تطرح بتساوي الآلة معاكم واحسبوها بسرعة كده، هتطلع الإجابة 750 في 9.8 من عشرة، دي هتبقى كام؟ 750 450 في 9.8 من عشرة، اعملوها بالآلة. طب لو قسمنا على 9.8 من عشرة كده قاف ناقص ميم، دي طلعت بالنيوتن، يبقى أقول له بتساوي 450 في، يبقى ثقل كيلو جرام. كده يبقى أنا جبت معادلة حاجتين مع بعض، قاف ناقص ميم بتساوي 450 ثقل كيلو جرام. طب إحنا لسه ما اتكلمناش على الحتة التانية، لما أستخدم الفرامل، لما أستخدم الفرامل هنا يبقى مفيش قوة. يبقى هو ماشية كده العربية، في حاجة بس بتضايقها اللي هي المقاومة، مفيش قوة خلاص. يبقى هقول له هنا هيبقى دي طه 2 وهنا طه 3، وبرضه نفس القانون، التغير في طاقة الحركة بيساوي الشغل المبذول. يبقى طه 3 ناقص طه 2 بيساوي الشغل المبذول من محصلة القوة، أنا ما عنديش غير قوة واحدة بس اللي هي المقاومة وعكس الحركة يعني سالبة، يبقى هتساوي سالب ميم في فيه. طب نشوف ايه اللي نقدر نجيبه. مديني دي ب 435,000، بس لازم في 9.8 من عشرة، ودي كان مدهاني 675,000 في 9.8 من عشرة ناقص ميم بتساوي سالب ميم اللي انا مش عارفها بقى في فيه. الفيه ب 800 متر، يبقى اقسم على 800 هنا واقسم على 800 هنا، تطلع المقاومه بتساوي، هتطلع اولا بالنيوتن، ما تختصرش ال 9.8 من عشره، خدها عامل مشترك واطرح واقسم على 800، تطلع المقاومه بتساوي 300 ثقل كيلو جرام. يعني هنا 300 في 9.8 من عشره نيوتن. ينفع تسيبها كده او تكتبها له 300 في 300 ثقل كيلو جرام. طب ما نرجع للقانون الاولاني اللي انا خلصته، اللي هي الاجابه الاولى كانت قاف ناقص ميم احنا مطلعينها 450، طب والميم دلوقتي جبناها ب 300، اجيبها من هنا بالموجب، يبقى قاف بتساوي 450 زائد 300 يبقى 750 ثقل كيلو جرام. وكده يبقى احنا خلصنا اجابه الامتحان كله.